مساء الخير على كل مشاهدينا مشاهدين ترانز على شاشة القناة الأولى. جمعنا لكم كل الأخبار اللي انتوا اهتميتوا بيها على السوشيال ميديا على مدار الأسبوع، ودلوقتي هنبتدي زي ما عودناكم دايما بفقرة ترانز أوف ذا ويك. فضيحة لإسرائيل في محكمة العدل الدولية، فرحة من قلب المأساة، منتخب مصر يتصدر الترند، ويلا بينا نعرف كل التفاصيل. الدعوة القضائية اللي أقامتها دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية شغلت الرأي العام والسوشيال ميديا في كل حتة في العالم تقريبا. وبعيدا عن أن الدفاع بتاع إسرائيل كان كله أكاذيب وتضليل، إلا أنه المحاكمة كان فيها أكتر من موقف غريب جدا انتشروا على السوشيال ميديا، وكان أولها لما طلع محامي الكيان الصهيوني على المنصة المرافعة واكتشف بعد كده أنه ناسي كل أوراقه وبقى واقف مش عارف يقول إيه، زي ما هنشوف دلوقتي في الفيديو. Of genocide were understood by the the court was prepared to consider not only the question of the plausibility of rights Some has shuffled my papers. Well, but also the question of the possible breach of such rights. والحقيقة إنه الموضوع ما وقفش لحد كده، ولكنه واضح إن المرافعة من كتر ما هي كانت طويلة ومليانة بالكذب والتضليل كانت مملة جدا، لدرجة إنه أحد القضاة اللي في المحكمة نام أثناء دفاع إسرائيل عن نفسه. صمود الشعب الفلسطيني بيبهر العالم كله يوم ورا يوم، واكبر دليل على كده الفيديو اللي احنا شايفينه قدامنا دلوقتي واللي اتصدر الترند على السوشيال ميديا طبعا، واللي بنشوف فيه فرح وحفل زفاف داخل مدرسه لايواء النازحين في قطاع غزه. وزي ما احنا شايفين كده انه رغم كل الالام والدمار والحياه الصعبه جدا اللي موجوده في مخيم اللاجئين، الا ان الفرحه باينه على العروسين اللي هم محمد وياسمين واهلهم كمان. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع نكمل كلامنا. يلا يا مش مشكلة يلا يلا وانتوا يا مرد محمد ابعد هيك عروستنا احلى من القمر بشوي عروستنا احلى من القمر بشوي كيف اقول لك اياها؟ خذ شوف انت بتحط لك الشعر حالة من الغضب الكبير سيطرت على كل رواد السوشيال ميديا بسبب الأداء الضعيف اللي ظهر به منتخب مصر في أولى مبارياته في كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في الكوت ديفوار. وشفنا عدد كبير جدا من الكومنتس وكمان البوست واللي اظهر فيها الجمهور غضبهم من المدير الفني للمنتخب بسبب التشكيل وطريقه ادارته للمباراه، واللي كانت السبب في تعادل منتخب مصر بصعوبه مع منتخب موزمبيق المتواضع جدا. وكانت اكتر لقطه اتصدرت الترند من المباراه هي هدف التعادل واللي احرزه طبعا محمد صلاح من ضربه جزاء في الوقت بدل الضايع، واللي وصفها كتير بانها انقذت مصر من سيناريو الخروج المبكر من البطوله. وبكده تكون خلصت فقرة Trends of the Week. ودلوقتي جه ميعادنا مع فقرة سكوب. النجاح الكبير اللي حققه مسلسل حالة خاصة بطولة الفنان طه الدسوقي واللي بيجسد فيه شخصية شاب
مصاب بمرض التوحد. خلى كتير من الناس على السوشيال ميديا يتكلموا عن الأطفال المصابين بالتوحد، وابتدينا نشوف أكتر من حد بيتكلم عن التنمر اللي بيحصل على أولادهم أو حتى عدم قدرتهم على الاندماج في المجتمع. والحقيقة أنه كتير من الناس عندهم فكرة غلط جدا عن مريض التوحد. وخليني بس أقول لكم أنه كتير من العظماء والمشاهير كانوا مصابين بالمرض ده، وأنه المرض ده ما منعش من أن هم يكونوا عباقرة وعظماء في تاريخ البشرية، منهم مثلا ألبرت أينشتاين، بيل جيتس، ميسي، فان جوخ وغيرهم وغيرهم كتير جدا. ولأن الموضوع فعلا محتاج لتوعية كبيرة وفهم أكتر، هيكون معنا دلوقتي مداخلة من الدكتورة هبة طلاء أكرم، أخصائية التخاطب وصعوبة التعلم. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيكي، عاملة إيه؟ الحمد لله. في البداية دكتور، عايزين نعرف من حضرتك إمتى نقول أن الطفل ده مصاب بمرض التوحد؟ بصي، هو إحنا عندنا أعراض منهم أن بيبقى عندنا نقص في اللغة وعندنا نقص من المعلومات، بحاجة أساسية، ومعاهم شوية أعراض تانية. شوية الأعراض دول بقى أن الطفل ده عنده ضعف في التواصل البصري، بيلف الألعاب، مش قادر ينتبه زيه زي غيره ولا يلعب بالألعاب زيه زي غيره، بيبص الحاجات بتلف أو هو بيلف حوالين نفسه. الأعراض التانية جنب نقص اللغة والمعلومات هم دول التوحد. طيب دكتور، هل التوحد ده مرض الطفل بيتولد بيه ولا دي حاجة مكتسبة؟ يعني ساعات بنسمع ان مثلا يقولك الطفل ده اتصاب بمرض التوحد بسبب ان اهله مثلا ما كانوش مركزين معاه، ما فيش حد كان بيتكلم معاه كتير، ما فيش حد كان بيديله اهتمام قوي. هل ده فعلا حقيقي ولا لا؟ هما الاثنين، بس الاساسي في الاثنين هو الاستعداد. يعني هو مولود اصلا عنده الاستعداد، يا اما البيئة زودته، يا اما هو كده كده عنده الاستعداد الجيني ده وهو هيكمل توحد. فالاثنين يعني مش حاجه واحده، الكلام ده صح. اوكي، طيب امتى الاعراض بتبتدي تظهر على الطفل؟ يعني سن كام تقريبا؟ بصي، هو بقول ان الطفل ده عنده توحد عند 3 سنين. الاعراض بتظهر في من وهما مواليد خالص، شهور، شهر وشهرين، وفي بقى الثلاث ارباع او الاكثر يعني من 12 شهر ل 18 شهر، يعني من سنه لحد سنه ونص. دول اكثرهم بيبان الاعراض. وهنا بقى يا اما دخلت الاسره بدري والموضوع فعلا انتهى تماما وكمل طفل عادي، يا اما دخلت والاعراض كملت بس بقى افضل نوع من انواع التوحد، يا اما الاهل سابوه واستنوا عند 3 سنين خلاص بقى توحد وبرضه ليه فرصه انه يبقى كويس بس محتاج شغل اكتر من اللي اتدخله هو قبل ال3 سنين. هل فعلا انه نسبة الاطفال الذكور اللي بيصابوا بيه اكتر من البنات؟ فعلا ان الذكور هم اكتر تعرض للتوحد من البنات لسببين. اول حاجة ان التوحد بيبقى موجود عند الولاد في حتة معينة من الدماغ عكس الحتة اللي بتبقى موجودة عند الاناث، دي اول حاجة. تاني حاجة ان الطفرة الجينية بقى اللي بتبقى موجودة عند الذكور اقل، الطفره الجينيه مطلوبه عشان يبقى في توحد عند الاناث. عشان كده فعلا في الذكور اكتر من الاناث. طيب ازاي الاسره نفسها تقدر تتعامل مع مريض التوحد وتوصله ان هو يكون شخص طبيعي وعادي؟ هي لازم بقى الاسره هنا تقف واقفه مع نفسها وتقول انا فعلا اقدر اخلي طفلي ده احسن حد في الدنيا. طول ما هي مصدقه ان ربنا اداها الحاجه اللي هي تقدر تخليها كويسه وعماله تشتغل عليه هيبقى كويس. هي بقى مش مامنه، خايفه، السلبيه اللي حواليها مقدره عليها كده، هي مش بتقدر تساعده طبعا. طب يا دكتور، احنا يعني عايزه اعرف من حضرتك ايه الخطوات. انا دلوقتي مثلا لا قدر الله عرفت ان في طفل معين عنده حاله توحد، ايه الخطوات اللي احنا بنعملها عشان نقدر نساعده؟ بنروح فين الاول؟ بنكلم مين؟ بنعمل له ايه؟ طب عمره ايه؟ قبل ال3 سنين ولا خلاص اتشخص توحد؟ نتكلم في الحالتين، لو هو كان قبل 3 سنين او لو كان بعد. هو لو قبل هو في الحالتين بنروح مركز تنميه مهارات، دي اول حاجه. بس لو قبل 3 سنين هو انا ما اقدرش. يعني ايه يا دكتور مركز تنميه مهارات؟ ممكن حضرتك تشرحي لنا اكتر؟ يعني الناس تروح فين؟ مركز تنميه مهارات بيبداوا يقيموا الطفل، بيشوف فعلا هل عنده الاعراض اللي بتقول فيها انه بدايات توحد لو قبل 3 سنين، او هو بقى 3 سنين وعنده الاعراض فبقى توحد. هنا بقى بنبدا نشتغل عليه حاجه اسمها تدخل مبكر. التدخل المبكر ده هي بتتدخل في مهاراته وشخصيته وتكوينه وكل الحاجات الغلط والحركات الغلط اللي بيعملها، اللي هي حركات بقى التوحد،
بتبدأ لو قبل الثلاث سنين والله بتختفي تماما قبل الثلاث سنين. ممكن خالص يبقى طفل عادي جدا. يعني لو احنا اكتشفنا قبل الثلاث سنين بيكون نسبة ان هو يتعافى اسرع واحسن وبتبقى نسبة كبيرة. اوكي. انا معايا دلوقتي طفل سنة وثمان شهور كان جايلي ممكن من ثلاث شهور طفل توحد. بس طبعا بدايات قبل ثلاث سنين هو. مظبوط. فجايلي ممكن سنة وثلاثة حاجة كده. دلوقتي احنا بنعالج بس نقص المعلومات اللي عنده بقى بيقول ماما وبابا وماما وبو فاضل بقى بنعالج المعلومات اللي عنده. ليه؟ عشان جاي صغير. طيب. بس برضو في حاجة. ممكن يجيلي في نفس العمر ونشتغل معاه ونعمل اقصى جهدنا وما نقدرش نطلعه بره دايرة التوحد. خلاص بقى هو كده. ده جيني بقى. بس دول قلة جدا، قلة قليلة جدا، واحد وسط مثلا 10 بيقولنا صغيرين. اوكي. طيب في حالة لو هو فوق الثلاث سنين. فوق الثلاث سنين بقى خلاص ده توحد. فبنبدا بقى نتعامل مع الأعراض اللي عنده على إن هيروح عرب يجي لي غيره، هيروح عرب يجي لي غيره، وهطور لغته، وهطور التعامل بتاعك والتفاعل بتاعك والتواصل بتاعك، وهيفضل يتطور بس هيفضل دايما عنده إيه أزمة التواصل شوية. شويه علامات كده بسيطه جدا، بس ده فرق انه راح مركز وهو صغير غير اللي تشابه غير اللي ما راحش. هل معظم الناس يا دكتور اللي بيكون عندهم مرض التوحد بيكون عندهم مهارات خاصه؟ اه طبعا طبعا طبعا. بس هي الفكره في ايه؟ الفكره ان المهارات اللي بتبقى عندهم دي هو برضه شغال جلسات، هو مش هيبقى قاعد في بيته كده ويدخل على مامته بيحفظ كويس او بيرسم كويس او بيلون كويس، لا هو احنا شغالين عليه. فاحنا شغالين بنلاقي قدره كده هو بيحبها قوي، مثلا بيحب الرسم فهو عنده الاستعداد. البيئه بقى مامته والمتخصص اللي معاها ساعدوه ان القدره دي توضح قوي، وهنا بقى بنلاقي احسن ما عند الطفل ده وهو حتى بيبقى مبسوط. هل الطفل اللي عنده توحد يا دكتور ساعات بيقولوا ان هو بيكون ساعات اذكى بكتير من الطفل الطبيعي؟ ده حقيقي. هي الفكره في ايه؟ انه بيبقى عنده مناطق في الدماغ اعلى بكتير قوي من الطفل العادي اللي هو كويس كله عادي، لكن هو عنده منطقه اعلى بكتير. ده حقيقي. طيب هل من الصعب ان احنا ندمج مريض التوحد مع المجتمع؟ خالص، سهل جدا. الفكره بس ان تكون في اسره مصدقه. لو في اسره مصدقه ده، انت عندك مثلا ايمن صبور بطل العالم في السباحه، اتفرجي على الفيديوهات بتاعته هتلاقي في دعم مش طبيعي من مامته، وهتلاقي في ايجابيه وتفاؤل في كل فيديو بيحصل، تحسي قد ايه انتوا جمال كده، قد ايه الحياه جميله كده وسهله وبسيطه، احنا معقدينها ليه؟ لان في اسره مامنه قوي بالطفل ده. طب لو هي بقى خايفه عليه وقافله عليه ومش انا خايفه عليك من الناس، هيقولوا عليك ايه؟ هيضحكوا عليك؟ لا ده غلط هنا طبعا. بقى ده غلط جدا، هي كده بتدمره بدل ما تخليه يتفاعل ويتواصل مع الناس عادي. ايه اكبر المشاكل اللي بتواجه مرضى التوحد مع المجتمع يا دكتور؟ هو احنا عندنا ثلاث فئات كده في المجتمع، هم قله قليله جدا، الفئات دي قلت جدا عن زمان. فاحنا عندنا ثلاث فئات. في فئه دايما ضد الطفل التوحد، ما تلعبوش معاه ده، ما تتكلموش مع ده، دي ضد. وفي فئه ثانيه اللي هو صعبان عليهم بقى يحفظ، معلش تعالى اعمل لك. والاثنين غلط طبعا. الاثنين بيدمروا. وفي بقى الفئه الثالثه بقى اللي هي تستغل الطفل التوحد، زي في المسلسل حاله خاصه اسمه ايه، عز. ايوه عز، اللي بيستغل نادين. دي ده شخصيه مستغله بتبقى موجوده برضه في المجتمع، بس اكتر اثنين موجودين هم اللي ضد واللي بيستعطفوا او دايما يقولوا انه انت يا حبيبي معلش ويا حرام. طبعا الاثنين دول مش بيحبهم طفل التوحد. طيب محتاجين من حضرتك يا دكتور تدينا رساله بسيطه وقصيره للمجتمع تكلميهم فيها عن مريض التوحد، تقول لهم ايه؟ هم اطفال التوحد مش محتاجين من المجتمع غير انهم يتقبلوه زي ما هو ويساعدوه انه يبقى موجود عادي من غير ولا استعطاف ولا انهم يبقوا ضده، هو مش عايز انه يحس انه بني ادم عادي وسطه. دكتوره هبه طلاق اكرم، اخصائيه التخاطب وصعوبه التعلم، بنشكر حضرتك جدا على المداخله. وبكده تكون خلصت فقرة سكوب. يلا نروح دلوقتي مع بعض نشوف فقرة السوشيال لاب ونرجع نكمل بقية فقراتنا، استنونا. ودلوقتي جه ميعادنا مع فقرة السوشيال لاب اللي بنشوف فيها ازاي المشاهير بيستخدموا السوشيال ميديا وايه اكتر الابليكيشنز اللي بيحبوها.
بيتابع طه الدسوقي 1,100,000 على الانستغرام، وهو بيتابع 1,158 أكاونت، منهم طبعا ستاند اب كوميديانز وانفلونسرز وكمان نجوم من الوسط الفني. نشر حوالي 1,237 صورة وفيديو، ولقينا انه ناشر اكتر من 50 صورة وفيديو عن اعماله الفنية زي دوره في مسلسل موضوع عائلي وكمان مسلسل الصفارة. ومن المعروف ان طه الدسوقي ستاند اب كوميديان، فنشر طبعا اكتر من 20 عرض ليه. من الانستغرام نروح للفيسبوك، عدد متابعينه 1,200,000 متابع، واخر بوست نشره عن مسلسله جديد حالة خاصة. وبكده نكون وصلنا لنهاية السوشيال لاب. مع بداية كل سنة جديدة بيحط كتير مننا قائمة بأهداف كتير قوي عايز يعملها، اللي عايز يرجع الجيم، واللي عايز ياخد كورس في حاجة معينة، واللي عايز يحوش عشان يجيب حاجة محتاجة، وغيرها وغيرها من الأهداف. ولكن كالعادة بنلاقي نفسنا ما بنعملش أي حاجة خالص، ومع مرور الأيام بنلاقي نفسنا فقدنا الشغف تجاه كل الأهداف اللي كنا حاطينها. وتعدي سنة وتيجي سنة جديدة نحط فيها قائمة أهداف جديدة ونعيد نفس الحكاية من الأول، ولأننا يهمنا أن كل واحد حاطط خطة للسنة الجديدة وأهداف مختلفة يقدر أن هو يحققها. هيكون معانا دلوقتي في الاستوديو واحد من أشهر مدربي تطوير الذات في مصر وكمان الوطن العربي، واللي دايما الفيديوز بتاعته بتتصدر الترند، حسام هيكل، استشاري علم نفسي إيجابي. أهلا بك يا حسام ونورتنا. أهلا وسهلا. أول حاجة هسألك على التايتل بتاعك، استشاري علم نفسي إيجابي. إيجابي اشرح لي يعني. بس علم النفس الإيجابي هو ببساطة شديدة بياخد الإيجابية في وضعها الصحيح. احنا دايما فاهمين ان الإيجابية دي هي الناس اللي طول الوقت بتضحك، طول الوقت بتبتسم. لا، هي الإيجابية الحقيقية هي ازاي بتتعامل مع النيجاتيفيتي، مع السلبية في حياتك. تبقى داون قوي يوم ما يبقى عندك مشاكل ومكتئب وما الى اخره، تعرف تتعامل بشكل إيجابي منطقي مع ده، مش ان انت تافويد بقى كل ده وتجنب كل ده وتبقى شايف ان الحياه هتبقى وردي ولا وبكره افضل ومش... لا، تنكد على نفسك بمعنى صعب وبسيط جدا، ببساطه شديده تنكد على نفسك بس بشكل ما يدمركش، ما يودكش في حته دارك خالص، ما يسوقش اكتر حته. انا بحاول اجيب الكلام العربي اللي يتفهم. قول اللي انت عايزه وانا لو وقعت في حاجه هساعدك. اه، بحاول تساعديني. اوكي، لان لسه عندنا مشكله يعني في العلوم عموما، لسه الترمينولوجيز او المصطلحات ما اتحطتش العربي بتاعها صح، ساعات بنعطل شويه يعني. مظبوط. فهو ببساطه شديده بيخلي الايجابيه شكلها منطقي اكتر. ما بقاش انا اوفرويلد قوي او شايف ان الحياه هتبقى بكره افضل وبكره بيلون وخلاص تعالى ننسى بقى اللي حصل ده. لا، انت في مشكله لازم تحزن لها، لازم تتجاوب مع الحزن بتاعك ومع مشاعرك ومع كل حاجه، بس ان ذا سيم تايم ما تدمرش نفسك. ما تقعدش قوي لحد ما تجيب سقف السواد، لا يعني تعامل بايجابيه مع الموضوع ده. فبص نظره منطقيه بشكل ايجابي منمق صحيح، ما يخليكش تتغاضى عن حزنك، لان الحزن مهم جدا لاي بني ادم في الدنيا، وفي نفس الوقت تقدر تطلع منه بشكل يعني واخد البروسيس بتاعته صح او واخد خطواته صح يعني. لما حد بيحزن وبعدين بيحاول يزق نفسه بسرعه 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 ان هو يعدي من الحزن ده وان هو يكون يبقى احسن ويقوم بسرعه وياخد خطوه جديده ويحط اهداف جديده وبتاع، هل ده بيأثر على المدى الطويل ان هو ما اخدش وقت زي ما بيقولوا تو جريف، او ان هو انت اللي هتساعدني دلوقتي جريف بقى جريف يعني ما اخدش وقت للحزن ان هو يتعافى منه؟ ايوه، بصي، سنه الحياه اي حاجه في الدنيا ليها بروسس، ليها دوره معينه لازم تعدي بيها. فاي حاجه هتعدي الدوره بتاعتها دي هتعدي ماشي وهتكمل، ومش بعيد تجيب اجوان بعدها كمان وكده، بس ده هيفضل حزن كامل هيطلع لك في وقت ما. فتيجي مثلا مفتاح عربيتك ضاع، هتهلل وتعمل مصيبه عليه، هو الموضوع كله ما في ايه الافوره دي، فاهمه ليه بتعمل الافوره دي؟ لا، هو الموضوع كله ان كان في حزن كامن في اوقات معينه انت جمعته وطلع ساعه ما ضيع المفتاح. فهو ده الخطا اللي احنا بنعمله لما بنيجي عندنا اي مشكله مثلا ونعدي حزنها، او حتى في الفرح. احنا في الفرح لو ما فرحناش صح وما اديناش قيمه الحاجه الفرح بتاعها صح، بنفقد معناها. فما اقدرش احافظ عليها كويس، ما اقدرش احتويها كويس، ما اقدرش اخلي بالي من الحاجه دي. ليه؟ عشان عديت بسرعه، جبت عربيه جديده، فصباح الفل خلاص، ما كده كده كنت هجيب العربيه دي وكده كده بحلم بيها. لا، اقف افرح واعمل لها ايفنت ولم اهلك وحبايبك واقعد افرح بالعربيه، وخد فلان اللي بتحبه قوي خرجه بيها، وخد جدتك اللي بتحبها قوي خرجها بيوم لوحدها بالعربيه دي، عشان يتخلق معنى للفرحه دي. فتقدر تحافظ على العربيه، ما تهملش فيها، تغسلها في مواعيدها الصح. انا بضرب مثل يعني. أيوة، مفهوم. وكل واحد طبعا على قدر استطاعته في اي حاجه هو بيحصل عليها، ربنا يرزق الناس كلها طبعا. امين.
هسألك سؤال، عارفة أن أكيد اتسألته كتير جدا، بس برضو عشان مشاهدينا يبقوا عارفين. مش مرتبط. أيوه. لا مش هسألك كده، بس هسألك سؤال تاني. هسألك قولي بدايتك كانت عاملة ازاي؟ يعني بدايت كل حاجة. النهاردة انت قاعد معنا وإحنا جايبينك علشان أنت تساعد البني أدمين أن هم يفهموا نفسهم أكتر ويبقى بيعرفوا عن حياتهم أكتر. فأنا عايز أعرف أنت ابتديت إزاي أن أنت تبقى قاعد النهاردة على الكرسي ده بتنصحنا. خليني أتفق معك على حاجة في الأول، أني طبعا قاعد هنا وأنت قاعد هنا وورا الكاميرا قاعد هنا، كله قاعد بفضل ربنا طبعا، ومش الاجتهاد حلو بس مش شطارة قوي من البني أدم. مش كل حاجة هو شاطر فيها هي اللي بتحطه في المكان، بس في ناس طبعا اشطر مني واحق مني في اماكن كتير انا ما تعرضت لها، ولكن هو رزق ربنا هو اللي جابني هنا دلوقتي بوضعي ده بالاكسبيرينس بتاعتي دي. ده مش معناه ان في ناس تانية مش احق من ده، لا في ناس اشطر، بس هو قدرها لسه ما جاش ان هي تبقى في الصداره ان هي تبلغ الناس حاجه. وبقول الحته دي قوي ليه واقف عندها، عشان في ناس بيبقى عندها دائما اعتراض على حد في مكان معين، انا احسن منه، ده فلان احسن منه، بلاش هو شخصيا، ده فلان احسن منه، هو احق منه بالمكان ده. لا، اقدار ربنا ما لهاش علاقه بيها. بس ممكن تكون بداياتي كانت قريبه من ناس كتيره جدا في الشارع، بدايات بسيطه، بشتغل ويتر في مطعم، بشتغل في بنزينه، بشتغل في اوفيس بوي في شركه، بشتغل الحاجات اللي كل الناس اشتغلتها. ما لما بيبقى مش عندك اي حاجه بتدي اي حاجه عندك. مزبوط. خلاص، فانا ما عنديش اي مهارات لاي حاجه، فشيء طبيعي هشتغل الحاجات البسيطه اللي اي حد بيشتغلها. دي هي مش محتاجه فقاقه مني، فاهمه، ولا ان انا ابقى بفهم في ارقام ولا اي حاجه. شيل دي حط دي هنا، اركن دي هنا، سيبها هنا، فده طبيعي هشتغل الحاجات دي. مزبوط. بس شيء القدر ان انا كنت شخص بيتعلم بسرعه، يعني اي حاجه بشتغلها بجيب السقفها زي ما بيقول ويتر، يعني ويتر، فهمسك بقى لحد ما اعرف اشيل 20 طبق واقعد الف بيهم واعمل نمره واضحك مع الناس، ها مش عارف، فبشتغل اوفيس بوي، ها لغوص بقى الارض واقعد اشتغل بالمساحه واعمل نفسي مغني وازحلق ومش عارف ايه الحاجات اللي فاهمها البسيطه العفويه دي. اند ذن يعني تعرضت بقى لناس ساعدوني ان انا اخش في السيلز، والسيلز ده اتطورت فيه، فاشتغل سيلز اوبريشن فاتطورت اكتر، قعدت في شركه فوق 8 سنين، احد شركات العقارات الكبيره قوي في مصر، بقيت لحد ما اتدربت فيها لحد ما بقيت نائب مدير اقليمي لقطاع مبيعات المجموعه. اند ذن بعدها كنت فهمت شويه يعني ايه ان انا اتعلم بقى جوجلت، يعني المصطلح بتاع جوجلت، اي حاجه اعرفها من اي حد او اسمع عنها من اي حد تدخل تدعبس عليها، ازاي وبتتعمل ازاي، عارفه شاهد 8 طرق اللي مش عارف ايه وتسع طرق ليه والحاجات دي، الحاجات البسيطه دي اللي موجوده على جوجل ويوتيوب هي. يعني انا كنت بفرك قوي ورا الحاجات دي، فالعلم ده اللي فضل يطورني جنب السعي بتاعي، وان انا بحب اجيب سقف يقول لي اي حاجه، لا دي ما تعملش كده، طب تعمل ازاي، تعمل كذا كذا كذا، اعملها حتى لو هو بيقول غلط، بس هطبق اللي هو بيقوله ده لمجرد ان هو قال حاجه انا ما اعرفهاش. فيمكن ده هو اللي يعني خلى الواحد يجري بسرعه في سن صغير يقدر يطلع محطات كبيره قوي. انا كنت فراق بمعنى بسيط جدا. يعني انا بسالك السؤال ده علشان احنا بنسمعها دايما، انا مش عارف اتجوز، اصل انا مش لاقي شغل، اصل انا مش عارف اشتغل ايه، اصل انا مش عارف اروح فين، اصل انا ما اعرفش حد، اصل انا اللي هي بالنسبه لي انا بعتبرها حجه. انت شايف ان دي فعلا بتكون حجه؟ يعني انت برضو عفرت لحد ما اكيد وصلت للمكان اللي انت فيه النهارده، وزي ما انت قلت انت جبت سقف كل حاجه عملتها، فاحنا بنسمع الجمل دي كتير، هل ده بجد بيكون ده الواقع ان هو ما فيش حاجه تتعمل، ولا بيكون الواقع ان الشخص ده ما بيعافرش او ان هو ما بيجيبش سقف الحاجه؟ اكون واقعي جدا، وهي ده هو ده يعني عمق علم النفس الايجابي. فاقول حاجتين، اول حاجه مش كل مشكله وليها حل، ده مبدا خاطئ جدا. أوكي. في مشاكل كتير جدا في الحياه ملهاش حل، حلها انك تسيب الزمن هو يحلها لك، يعني فاهمه. والحاجه الثانيه ان مش لازم كل السعي بتاعك يؤدي، حتى لو ماشي على المسطره وزي ما الكتاب بيقول تعمل ايه عشان توصل للشغلانه الفلانيه او التايتل الفلاني، حتى لو بتعمل ده بالحرف وارد جدا انك ما تبقاش لنهايه الطريق الحاجه اللي انت عايزها. ده وارد جدا، فطبيعي جدا. انت ايجابي قوي يعني كده يا حسام. لا انا ما هي دي الواقعيه، فاهمه. الواقعيه في شعره بين الواقعيه والسلبيه، فاهمه، يعني ان انا ابقى شخص ايجابي واقعي وان انا ابقى سلبي. سلبي دي يعني خلاص اشيل ايدي بقى مش هعمل اي حاجه. واقعي يعني ابقى عارف ان ممكن سعي ده لا يؤدي الى شيء، بس انا هفضل اسعى، وهو ده اللي انا امرت بيه اساسا. يعني ربنا سبحانه وتعالى وانا ليس انساني الا ما سعى، هو انا بسعى بس ماليش دعوه بقى بالنتائج عامله ازاي. هاحبط وهقف وهعطل يعني انا واحد من الناس بتعرض اكيد لحاجات زي كده كتير، فباجي عند محطه معينه، طب انا عملت كل حاجه
واسال الناس الاكسبرت حواليا الشطار. انا يا جماعه انا قفلت الموضوع ما بتمشيش ليه؟ ما هي استنى ليه؟ لان هي هتمشي فجاه في حته ما تعرفش عنها اي حاجه. ممكن فجاه ده على فكره يبقى بعد 4-5 سنين، مش بكره ولا الشهر الجاي. فكره التسليم ناحيه ان العمليه كلها هي عباره عن سعي، ماليش دعوه بقى النتائج دي هتيجي ازاي، امتى، شكلها عامل ايه، ما اعرفش. لان احيانا جدا في ناس ربنا يرزقها فجاه بحاجات يقول يا ده الصدفه، ده سبحان الله كنت قاعد ولا بيعوا عليا وحد ما عندي كده راح عامل لي مش عارف ايه. لا، ده اجر سعي انت سعيته في حاجه كتير قوي مهمه كبيره جدا في حياتك وما خدتش، فربنا شاله لك حطه لك في دي. او اجر سعي لسه هتسعاه في حاجه تانية مش هتجيب فيها نتائج، ربنا اداه لك بدري في الحاجه دي. فهي الجيم كلها سعي، ملهاش دعوه، مفيش ورقه وقلم لحد النهارده يقدروا يثبتوا لك ان انا لو خدت واحد لعبته في المقاولين 100 سنه فاهمه ولعبته مش عارف مين هيبقى محمد صلاح، مفيش حاجه اسمها كده، مفيش علم بيقول كده، والعلم اللي يقول كده و10 طرق عشان تبقى مليونير و9 طرق عشان تبقى مش عارف عندك مركز حظاظات الاول في العالم، مفيش حاجه اسمها كده. طيب الاستمراريه هل بتفيد ولا لا؟ يعني طبعا. مثلا واحد بيصحى الصبح عشان الناس تفهم معانا وبيقول انا جبت اخري في المكان اللي انا بشتغل فيه ومش بطلع لمكان احسن، بس انا هعمل اللي عليا، هصحى الصبح كل يوم وهروح اعمل المطلوب مني كل يوم وهفضل اعمله يوم في 2 في 3 في 10 في سنه في 2 في 3 في 10. هل الاستمراريه بتفيد ولا محبطه؟ بس الحاجه الوحيده اللي اتفقت عليها الاديان واتفقت عليها علوم النفس والاجتماع كلهم مع بعض هي الاستمراريه او persistence، يعني الغتت. الشخص الغتت consistency بالظبط كده، يعني فاهم، عشان ابقى واقعي في الشرح اكتر، الشخص الغتت اللي هو هعمل مكمل برضه ما قفلت انا مكمل. طب ما فيش حاجه جديده لسه ممكن اعملها، ما فيش حاجه جديده ممكن اعملها دلوقتي ما عرفتهاش هي ايه، بس برضه هروح الشغل وبرضه هحترم مديري وبرضه هساعد زمايلي وبرضه هسمع الكلام وبرضه هفضل اعاون لزمايلي حتى لو مش حد بيساعدني والناس مقفلاها معايا وانا الوحيد اللي بساعد، برضه هفضل اساعد الناس ان هو ده الصح او هو ده اللي فطريا وادميا صح. ان انا افضل كويس مع الناس، افضل اساعد اللي حواليا حتى لو معيش يعني ماده اساعد الناس، معايا كلمه حلوه اقف جنبهم بيها. يعني الاستمراريه دائما بتكسب. ليه؟ في ناس كتير حالها بيبقى صعب قوي قوي، ومع ذلك تلاقيهم في بيوتهم مع اهاليهم بيروحوا، مش ده اللي كان بيتهان في الشغل وبتاع وعرقان وبيتبهدل ومديره مش عارف ايه، ازاي بيضحك كده مع ابنه وهم يشوفوا نحول الشارع ولا شايفه من الشباك ومروح، ازاي بيعمل كده؟ ده شخص مستمر على ايه؟ تقبل فكره انه بيسعى ونتيجه على ربنا. تقبل فكره انه زي ما هو حلو مع الناس والناس مش حلوه معاه، بس اهل الشارع حلوين معاه، بس اصحابه كويسين معاه، ربنا رزقه باتنين بينزل يقعد معاهم على القهوه بالليل يضحكوا شويه فيطلع يضحك مع مراته شويه فيضحك مع ابنه شويه فينام ينام راضي ومبسوط. الاستمراريه ما بتخيبش فعلا والله بجد. اي نعم صعبه وانا عارف انها صعبه، وان البني ادم يستحمل قله النتائج او قله العائد على سعيه ده صعب، بس عمره ما بيخيب، وده وعود ربنا. يعني عشان مش انا الشخص اللي يتكلم عن الدين قوي، بس وعود ربنا كلها في القران الكريم بتقول كده. يعني وانا ليس انساني الا ما سعى وانا سعيه سوف يرى. بس قال حاجه تانية برضو حلوه قوي ريليتد تو الاستمراريه، ومن سعلى سعيها. يعني هي بتتعمل ازاي تعملها؟ ما تقوليش انا بروح الشغل باجي من الشغل، ما كلها بتروح الشغل، ما انا بروح الجامعه وباجي من الجامعه واش اعمل ايه؟ كلها بتروح الجامعه وباجي من الجامعه. بتعملها صح ازاي؟ انا بروح الجامعه وبدرس بقى اونلاين جنبها وبشوف بقى بتوع الكودينج دول بيعملوا فلوس وهم قاعدين في البيت، دي جرافيك ديزاينر اعمل فلوس جنب بالبلدي اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. ايوه يعني ايه اعمل الحاجات الصح سقفها، يعني زي ما بيقول زي ما قلت لك في اول حلقه يعني اعمل سقف الحاجه بس. طب هنرجع بقى للتقديمه اللي احنا كنا بنقولها في الاول. احنا كنا بنتكلم عن قائمه الاهداف او زي ما بيقولوا عليها نيو ييرز ريزولوشن، اللي احنا كلنا في قبل ما السنه بتخلص وانا واحده من الناس دي طبعا برضو بنبقى قاعدين بنقول انا السنه الجايه على فكره انا هبقى بطله العالم في الجمباز. الامهات بتقول انا هركز اكتر مع ولادي، الرجاله اللي بتشتغل ومثلا مراتاتهم قاعدين في البيت بيقولوا انا هفتح مشروع جديد وهعمل وهسوي، انا هروح الجيم كل يوم، انا زي ما احنا قلنا في التقديمه. وبنبتدي السنه بجد عندنا طاقه فظيعه انه ناقص قد ايه على السنه الجديده؟ ربع ساعه يلا عشان هنبتدي نحقق اهدافنا. طيب يجي السنه الجديده، طب بكره هبتدي الجيم، بكره هبتدي الجيم بعده، هذاكر بعد بكره، هعمل كذا. احنا اكيد سالنا السؤال ده لناس كتير قوي جات لنا في البرنامج،
وكان دايما يترد علينا بكلمة الإرادة. أنا عايزة أعرف بقى إزاي أمشي، إيه هي الكبسولة اللي ممكن الواحد يعملها عشان يوصل للهدف اللي هو عايزه؟ بكرة ما بيجيش، بكرة عمره ما هيجي، بكرة هو النهاردة. صح. عايز تعمل حاجة قوم اعملها دلوقتي. حسام اعمل ايه عشان بسوف كتير؟ اعمل الحاجة. انتصر ازاي على الكسل؟ والله ولا اي حاجة، اللي عايز تعمله قوم اعمله. بس دي الارادة، الارادة ان انا عايز اعمل حاجة دي قوم اعملها. ما احطلهاش بقى جو الجدولة. التخطيط حلو لا شك ان التخطيط حلو، بس التخطيط لما كل ما هو حوالين بعد بدايتك هو ده اللي يتخطى. اوكي. لكن البداية عايز ايه؟ قوم البس وانزل. انا عايز ابتدي اروح الجيم، لما تحجز بقى بكره ولا انزل دلوقتي حالا اروح ادفع الفلوس بتاعت الجيم ديت، تمام، وهات اللبس حضره، واعمل حسابك انك هتصحى تنام النهارده الساعه 9، مش بقى من الاسبوع الجاي هبتدي انام الساعه 9، لا النهارده هتنام الساعه 9 وابتدي الجيم بكره على طول. عايز ابتدي اخد كورسز مش عارف ايه دلوقتي حالا وانت قاعد بتحكي لنا وبتفضفض لنا العظمه بتاعتك عشان تبقى ايلون ماسك السنه الجايه، حالا دلوقتي اعمل سيرش واحنا قاعدين وطلع ليست اوف كورسز اللي هتاخدها واحجز اللي معاك منهم، واللي مش لاقيه خش على لينكد ان هتلاقيه ببلاش موجود، فاهم، وسعره رخيص، او في منهم على يوديمي ببلاش برضو، وخد الكورسات دي واحنا قاعدين النهارده. فكره التسويف او الكسل هي عدم ادراك لمعنى اللي انت بتعمله وانت بتعمله ليه. لكن في ناس بتقعد تفضفض لبعض كتير ليه؟ عشان بس يثبت للعالم اللي حواليه ان هو عنده كفاءه للعالم وان هو عايز يعمل حاجات، عنده احلام وعايز، لكن اللي عايز يعمل والله اصلا ما بتعرفي هو عمل ده ازاي ولا امتى ولا فين. صح. هو بيبقى نفذ مع نفسه وجاي يحكي بقى يدلدق نتائج وهو قاعد معانا، ده انا خدت مش عارف ليفل 1 فش امتى يا ابني خدت؟ ما انا قدمت، ما قلت لكم مش عارف من شهرين كنت انا يوميها اساسا بمتحن مش عارف الساعات وبتاع وعديت اول ليفل وخدت ايه ده. فاللي بيعمل بيعمل دلوقتي. طب انت انا هاخد منك سؤال وانت بتتكلم، انت مع ولا ضد ان الناس تناقش اهدافها مع اصحابها او مع عيلتها او مع اي حد قريب منها؟ مع ولا ضد؟ ضد نهائي بجد والله. ليه؟ اناقش النتائج. اوكي. اصل على فكره زي ما بقول لك ان انا اقول لك انا هعمل كذا والاقي في عينك بتلمع وانت شايفاني ده جميل قوي ده بيفكر افكار حلوه، انا خلاص خدت الكريدت كده مش هعمل حاجه. صح. غير لما اجي انا عملت يا ابن اللعيبه دي بقى اجرها تاني خالص. وفاهمه والعائد بتاع النفسي على الشخص حاجه تانية لما اجي اقول لك انا عملت، لكن لما اقول لك انا هعمل بتشوفي بريق بيلمع كده في عينك انت جامد قوي ما شاء الله وتفكر كده الله ده انت مجتهد جدا مش كان بيقول لك انا عملت كذا، دي بتخض خضه بتديني عائد نفسي مرعب انا كالشخص اللي عملت. لكن فكره ان انا اقعد اناقش كتير انا عايز اعمل انا عايز ابني انا عايز مش عارف، احنا مره واحده بنلاقي البيج نيمز في مصر في كل الشركات نفذوا كذا اشتروا ارض كذا، ما تعرفش أيوة عملتوا يا جماعه الكلام ده امتى؟ ده انا لسه ده انا عندي نفس ال 24 ساعه بتوعكم وعملتوا الكلام ده. عملوا. وعلى فكره كل اللي بيفلحوا في الدنيا على راي جدتي الفالح فالح في كل حاجه الله يرحمه. الله يرحمه. فالح فالح في كل حاجه يعني ايه؟ قصدها ايه بالكلام ده؟ ان الفلاح ده كونسبت، فالفالح فالح في طريقه نومته، فرح في طريقه اكله، فالح في طريقه سعادته، فالح مش فالح في ان هو نجم في كل حاجه، فالح في الكومباينيشن بتاع النجاح اللي هو انت عايز تبتدي صحتك تبقى كويسه، فانت فاهم ان الموضوع مش بس تاكل خس وجرجير وتعمل فيها ارنب طول السنه، لا فاهم ان لازم تنام بدري ها، ولازم ما تقعدش قدام التلفزيون كتير ها، ولازم تتمشى ساعه في اليوم ولا نص ساعه ولا اي حاجه، فاهمه؟ لازم تيك ان اكشن كل ما عينك تلمع على حاجه نفذ فيها على طول. بيحصل لك كده ساعات بتحط لنفسك قائمه اهداف وما بتعرفش تعملها؟ احيانا مش كتير، لان انا اتعلمت ده من يعني مش من كتير، ممكن من 4-5 سنين بس بقيت اعمل ده وناجح معايا جدا. طيب انا هسالك اسئله عايزاك ترد عليا لو ينفع في جمله. ماشي. اوكي. دي حاجات الناس بتعدي بيها كلها. اوكي. لو حد يا رب. لا والله لا اسئله عاديه اكيد ناس كتير قوي سالتها لك قبل. أوكي. كده اول حاجه لو حد فشل في امتحان او فشل في شغلانه هو كان نفسه ان هو يعمل حاجه فيها كبيره قوي ويوصل فيها قوي تقول له ايه؟ يعمل ايه؟ احلم بحاجه تانية. ما يجربش فيها تاني؟ احلم بحاجه تانية. لربما فاهمه دي مش بتاعتك. يعني اصلا اكتشفت ان المقاوحة برضو فاهمه يعني ما تقاوحش مع قدر ربنا يعني. لو قال لك لا على حاجه مش هيجي يقول لك مش هيبعت لك جبريل يقول لك لا على حاجه فاهمه هو بيقول لك لا بان الحاجه ما بتمشيش. فاهمه؟ فاحلم بحاجه تانية لربما في طريق الحاجه التانية دي تكتشف ان في سولوشن تاني للحاجه الاولانيه فترجع لها وانت رايق.
لكن هتقعد قدامها طب هعملها ازاي؟ انت لسه متعرض للاحزان بتاعتها، فاهمه؟ ما تقفش قدامها قوي، اتلهي في حاجه تانية، فاهمه كده؟ لحد ما ربنا يكرمك وتلاقي حل في دي، او تنساها خالص، او تلاقي ان هي مش اصلا شغفك. لكن فكره ان انا اقعد قدام الحاجه، لا، انا اتأذيت قوي لحاجه كان نفسي اعملها وما عملتهاش. اتأذيت قوي في ان انا قعدت قدامها فتره كبيره قوي، فاهمه ليه؟ طب اجرب كذا، طب لا. الجمله بتاعتك طويله قوي يا حسين، انا اسف. بس يعني حد فقد حد، والفقد نوعين، فقد ان حد توفى، وفقد انه فقد شخص انه ما بقاش موجود في حياته انيمور، او ما بقاش موجود في حياته، انتهى يعني علاقه مثلا انتهت. هتقول ايه الفقد للموت في جمله، وتقول ايه الفقد لواحد فقد حد عزيز عليه ان هو ما بقاش موجود في حياته؟ فقد الموت، افضل اتواصل معاه، افضل روح زوره، افضل ادعي له، افضل كويس معاه، افضل كويس بسيرته. فقد الشخص اللي هو لسه موجود في الحياه بس انت لم تعد على وفاق معاه، ادعي له كتير قوي، وامسح كل حاجه ممكن تكون بتفكرك بهذا الشخص، لان ده هيأذيك وهيأذيه يعني. بس حد بيحاول ان هو ينجح، هتقول له ايه؟ ربنا يرضيك ان شاء الله، ويعلقك بكل حاجه ممكن تأهلك انك تعمل الحاجه دي ان شاء الله صح. حد ما عندوش طاقه يكمل، ربنا يطبطب عليك ويرزقك السكينه اللي تواجه بيها حقيقه، اذا كنت انت اللي مقصر ولا العالم هو ظروفه صعبه. اوكي. حد عنده حلم ومش عارف يحققه، ربنا عطرك على نفسك اذا كنت ده حلمك فعلا ولا حلم حد تاني وانت مش عبط فيه. طيب حسين، فاكر اصعب جمله سمعتها في حياتك عملت لك احباط؟ لا. ليه مش فاكرها؟ علشان انت دايما بتحاول توقع اي حاجه كانت مثلا سلبيه؟ لا، عشان في فتره كبيره في قوي في حياتي كانت بتقل الحاجات دي كتير، فاهم؟ وقتها طيب كترها مش فاكرها اساسا. من كتر الكلام ده مش فاكره، فاهمه؟ بس على فكره دايما في جمله اي حد بيحبط منها اللي هو لا لا انت تعمل، مستحيل، انت فين وهم فين. سمعت ده؟ سمعتها. اوكي. ووقتها كنت بتسمعها وبتحس باحباط، ولا بتسمعها وتطلعها من الناحيه الثانيه؟ لا، كنت بروح سينما غالبا. والله بجد انا مش الشخص اللي السينما بتغير حياتي. اي اما احس ان الدنيا مضطربه اخش سينما اطلع منها حد تاني. بتدخل جوه الفيلم، ايا كان بقى الفيلم ده، فاهمه؟ رومانتك، فاهمه؟ ولا فيلم، فاهمه؟ اي حاجه. اي حاجه في الدنيا بطلع واحد تاني السينما. فلما بسمع حاجه كده اغلبها بروح السينما. فلا، ما بقفش، لا خالص. طب وايه هي الجمله اللي دايما بتقولها لنفسك بتحس ان هي بتشجعك ان انت تكمل؟ انت جميل قوي يا حسين. لا بس يا حسين بقى، والله العظيم. بجد؟ والله العظيم انا بقف قدام المرايه بقول افتكرت لو انت جميل وبتقدم فن جميل وكده. لا لا لا، انت جميل قوي، عشان انا فعلا انا من جوايا انا بحس ان انا شخص جميل جدا. شخص طيب، فاهمه؟ شخص ما عطلتش مع الحياه، هتجيبني وتوديني وتطلعني وتنزلني، ما بعطلش، فاهمه؟ فجميل، فيلا بينا، هتعملي ايه تاني يا دنيا؟ يلا معاكي، فاهمه؟ فبحس ان انا شخص جميل، فبفكر نفسي دلوقتي. اوكي. بتحس ان الناس لما بتيجي تقول لك ان انت شخص جميل زي ما انت لسه بتقول، دي حاجه بتبقى انت عايز تسمعها ولا بتبقى عارفها اوريدي؟ لما الناس بتقولها لي بحس ان ربنا بيبعت لي كونفرميشن. يعني انا بقول لنفسي انت جميل، لان خد بالك من حاجه، قصه كده لصحابي جميل قوي مش فاكر اسمه، كان بيقول ان هو طول الوقت عمره ما كلم الناس ولا الناس كلمته. قالوا له ازاي؟ قال لهم انا طول ما الناس بتكلمني بسمع كلام ربنا في كلامهم، ولما انا بكلم حد بحاول احط في كلامي يفكرهم بربنا. فانا مؤمن قوي 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 بده، فلما الناس بتقول لي على حاجه بفرح بيها قوي، بحس ده كونفيرميشن للحاجه اللي انا قايلها لنفسي. فانا بقول لنفسي انت جميل قوي، لما حد يقول لي كده بحس ان ربنا بيقول لي انت صح، انت جميل قوي. بس في ناس بتعلق ساعات اخطائها او فشلها على الحسد والعين. قابلت ناس زي كده؟ دي حقيقه، عشان دي حقيقه، الحسد والعين ده حقيقي طبعا، له ليميت معين. بس ما تبقاش فاهمه يعني ايه اللي هو اي بني ادم يعني عادي، فاهمه قوي؟ انا بكلمك على الحاجات اللي هي كريستيانو رونالدو مضى مع السعوديه وانت لسه بتقول انا محسود. طب بتقول لهم ايه الناس اللي هي النوعيه دي اللي بيأفور قوي يعني، فما بيبالغ في الحسد؟ بصي، ما اقدرش يعني، ما حتى لو بهزر وبفهمه وبتريق شويه، بس في الاخر بردها للمنطق.
طب معلم صح انت محسود ماشي، بس ربنا ادك يعني برضو قدامها تعمل ايه؟ قول اذكارك صباح الفل وخلاص يعني، عشان تعرف تقلل شويه من حجم الهيدك اللي عليك، ان انت البشر كلها سايبه حياتها وقاعده مركزه. يا ابن اللعيبه لابس الجاكيت الموف، يا لهوي اكل منه حته في ايه يا ده نازل منه 3 بجنيه في العتبه كل مصر لابساه مالك؟ صح. فبحب منطق قوي، اهزر شويه بس في الاخر اقول له قول اذكارك واعمل الحاجات اللي ربنا قالها تخليك ما تصابش بالموضوع. بس انت عارف ان الموضوع ده ساعات بيكون بجد مرض. اه طبعا. يعني انا عارفه ان انت هربط السؤال اللي انا بساله دلوقتي بتاع العين بالسؤال اللي سالتك عليه قبل لما قلت لك الاهداف نحكي عنها ولا لا. ممكن يكون سبب من الاسباب ان انت قلت ان لا ما تحكيش عن اهدافك، احكي عن نتائجك. العين والحسد، ودي حاجات وارده وموجوده في الاديان. لكن في ناس بجد بتبقى عندها زي مرض انه هو بجد مش عايز يتكلم مع انسان ولا حتى يعرفك انت هياكل ايه كمان 3 دقايق، عشان هو حاسس ان هو لو قال لك هو هيتحسد. هل ده مرض وليه علاج ولا طبعًا. ده طبعا بيحصل له عامل زي الاو سي دي كده، عامل زي الاو سي دي، اضطراب ضبط الاشياء، معرفش العربي اسمه ايه، اللي هو الناس اللي هي عندها حساسيه ان كل حاجه تبقى مظبوطه دي ومش عارف ايه. أيوه. فنوع برضو الناس بتعرض ان هي شايفه طول الوقت ان هي محسوده، للاسف ده بيصعب عليا اكتر، لان ده بيبقى طالع من بيت مربيه على كده. لا 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 ما تقولش ان انت، ما تقولهمش طب ما صحابك، ما تقولهمش انت بتذاكر، طب ما صحابك، ما تقولهمش ان انت جبت العربيه دي، طب هيشوفوني بيها، طب اركنها فين في السطح يعني، هيشوفوني وانا رايح اركبها. لا اركن العربيه بعيد قوي عن الشركه بثلاثه فدان، اركب مواصله عشان تروح تركب العربيه بتاعتك، فاهم؟ العيله بتبقى مطلعه كده يا عيني، فهو يا عيني بيبقى طالع بالريبه دي، فده يا عيني بيصعب عليكي، لان خد بالك كل ما هو متعلق بالتربيه المفروض يصعب عليكي. صح. اللي طلع في نشأة عامله كده غصب عنه، واحد شارب 20 سنة بيقولوا له انت محسود، عايزاه فاهمة ما يقعد. بس على فكرة هو في ناس برضو الطريقة اللي هو تربى بيها لما هو بيكبر من كتر ما هو كارهها بيبقى العكس تماما. لا ما هو ده برضو يتحس ليه، لان ده ماشي بيدلدق بقى، انا هعمل وهعمل وسوي وجبت وبتاع ودفعت امبارح فلوس مش عارف ايه وحجزت العربية مش عارف ايه وبتاع، ودنيته تتبص فاهمة حسد السنين، فيجي يقول ده حسد يا ابني، لا لا مش حسد، حسد انت بتؤمن بالكلام ده؟ لا يا ابني حسد برضو لازم تؤمن. فبيبقى رافض قوي يقابل قوي. صح. الاكستريمز دي بتيجي منين؟ من البيت للاسف. فما اقدرش في الاخر، بقول لك ما بقدرش الومه يعني بيصعب عليا، فبحاول كده اشاور له من بعيد، بص اوزن الامور يا معلم، بس صلي بس وقول الحمد لله على اللي انت فيه، فاهم؟ واحده واحده اذكارك هتجيبك، واحده واحده الدنيا هتظبط. الناس ساعات كتير يقول لك ده عدى بتروما. يعني ايه تروما؟ صدمه ولدت كم من الحزن لا يستطيع الإنسان تجاوزه إلا بسنين وبعلاج فهمه كبير جدا. الشخص اللي عنده تروما من حاجات هو مش عارفها، يعني زي ما مثلا يقول لك ده هو تعبان وبيتصرف التصرفات دي في حياته لما كبر عشان عدى بحاجات وهو صغير. طريقة التربية، طريقة الأم والأب بيتعاملوا إزاي مع بعض، إزاي بيتعاملوا معاه مع أخواته، الحاجات دي. الشخص ده يروح لمين؟ بصي هو كلنا بلا شك عندنا قصور في التربيه. انا كتابي الثالث باي ذا واي ان شاء الله اسمه ناقصين ربايه، اتكلم فيه عن نقص التربيه بيرفلكت ايه على الكبر، لما البني ادم بيكبر بيحصل له ايه من نقص نوع معين من التربيه، فنقص الرحمه بيولد ايه اما تكبر، فاهمه؟ نقص المنطق بيولد ايه اما دفاعيه بقى وفاهمه واي هبل ونعمل يلا يلا ننط من الطياره يلا يلا مش هات رقم اختك خد هات مش اللي هو بيبقى ماشي اي حاجه في الحياه ده، فاهمه؟ ده بيجي من ايه؟ اكستريمز الحاجات الصغيره. اعتقد بشكل كبير جدا 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 ان كل الناس محتاجه تروح لمعالج نفسي في الاول. في فرق بين الطبيب النفسي، الطبيب النفسي ده اللي هو هيكتب دواء وهيشخص. المعالج النفسي ده اللي هقعد احكي له، اللي هو الثيرابيست. الثيرابيست بالظبط. ده اللي هقعد احكي له. والمعالج النفسي بيبقى في بعضهم عندهم من الخبرة اللي يقدر يشخص بيها فيرجعك تاني للطبيب النفسي عشان يكتب لك أدوية اضطراب، أدوية قلق، أدوية نوم، أدوية اكتئاب and so on. اللايف كوتش أو خلينا نقول الموجه، لأن أنا ستيل عندي تحفظ على اللايف كوتش، لأن هم في تخصصات كتير، في ريليشن شيب كوتش اللي هو بتاع العلاقات، تخصص علاقات، في بتاع العلم النفسي الايجابي احد الحاجات اللي انا متخصص فيها، في بتاع الكارير اللي هو بتاع الوظيفه كوتش، ده برده كارير كوتش ده بيبقى. المهم ان اللي في النص انا بشوفه ده اول شخص لازم تروح له، المعالج النفسي ده تروح تحكي له، فان كل ما بينكش اكتر في حياتك بيطلع لك هو انت ليه خير قوي كده،
اي اللي في جيبك مش ليك، جاي عشان انت الدنيا اشفت قوي وانت صغير، فما كبرت بقى عايز تبر بقى الدنيا كلها، فيجيب لك بقى ان ده جاي من ده. ولما بيجيب ان ده جاي من ده بيتعالج ازاي؟ هو كده عارف فهم هو ده ايه الاتيتيود بتاعه او التصرف هو بتاعه، زي ما بيقولوا هو ده نص العلاج اساسا، ان انت تعرف ان انا اعرف هي منين، انا ليه عامل كده، انا اعرف هي منين. يعني انا واحد من الناس قعده تاريخيه من 4 سنين حصلت بين ابويا وامي، انا وابويا وامي قعدنا على ترابيزه كده، تعالوا انا اكتشفت ان انا عندي مشاكل كبيره جدا في اتيتيودي الطيب الرحيم المفرط ده في العالم بسبب 1 2 3، ممكن نحلها مع بعض؟ فيا بابا حضرتك بتعمل 1 2 3، وكنت بتصدني عشان انت مسافر وماما هي اللي هنا بتربينا، فببقى عايز ارجع في حاجات لازم اخدها من راجل طبعا، عشان اخدها من ماما بس من ست بس، لازم ارجع لراجل فيها، لازم راجل يعلمها لي كراجل. فقعدت كنت واضح جدا مع بابا، حاجات كتير قوي ظبطت، وهو لما عرف ما كانش يعرف. هو نشا كده يا عيني، وده حجم ثقافه التربيه عندهم في سنهم. اما قعدنا القعده دي علاقتنا بقت اقوى واجمل وانضج واوضح بكتير قوي من السنين ال 30 اللي قبلها، فاهمه؟ وانا 34 بس سنه. بس في غيرك ما يعرفش يقعد القعده دي لان مثلا ابوه مش موجود، عشان اقعد القعده دي في رحله سنتين مع ثيرابيست بقى ودكاتره وبتاع عشان نقعد نشوف الموضوع فين واقوله ازاي، وانا بذاكر هقعد القعده دي ازاي. بس احنا للاسف فاكرين ان الطبيب النفسي ده او الشخص المعالج النفسي او حتى اللايف كوتش ده هقعد معاه تاني يوم الصبح انا خلاص مشاكل، لا كل حاجه فيها ريحه. انت عمرك حد بيخف من البرد بحبيتين كونجستال؟ مستحيل، برد لازم ياخد دورته، في برد كده نوع برد معين بيجي لاي حد غتت لازم يقعد ال6 ايام دول، فاهمه؟ وبتاع وتقعد تشحلف طول الليل والنهار لازم يقعد، ما تتحورش، فما فيش حاجه كده. ففكره ان انا اروح لحد، انا بشوف لو عندك مشكله منعاك عن اداء وظائف حياتك العامه، مش عارف تتبسط بالحاجات اللي بتتبسط بيها، مش عارف تنام كويس، مش عارف تتفرج على الحاجات اللي كنت تحبها، مش عارف تقعد مع حالك كده وتبقى قاعد على بعضك، لا عايز تفرك، عايز تعمل ايه، لو عطلان كده اول واحد تروح له انا بشوف المعالج النفسي، الشخص اللي تحكي معاه الحكي الامن، اللي هو مش هيقول لك يا لهوي انت ده انت صغير يا ابني، ليه صغير انت تعمل في نفسك كده، الشخص لا، اللي هو هيقعد هيديك كل تعبير ملائم للحاله اللي انت فيها. اقعد مع الشخص ده هيساعدك على الاقل تحدد انت مالك، انت فيك ايه، لان كلمه اطلاقات دي انا مكتئب كلمه كارثيه، انت لو مكتئب فعلا الاكتئاب النهارده رقم 1 في العالم سبب وفاه، الاسترس رقم 1 سبب وفاه، اكتر بقى من الحرق، اكتر من الحروب، اكتر من الايدز، اكتر من السرطان، الضغط رقم 1 في العالم اللي بيموت الناس، الضغط ده اللي هو فاهمه اكتئاب بقى، بيجيب اكتئاب فاهمه وهلع ومش عارف ايه وما الى اخره. فلو انت عطلان في الامور اللي انا قلتها دي، لو سمحت روح اتكلم مع حد يساعدك تعرف ايه في حياتك. بس الكورسز او الكورسات بتاع تطوير الذات ناس كتير قوي بيشوفوا ان هي كلامها تقليدي، انت ايه رايك؟ هو يعني ايه تطوير ذات اساسا؟ سألني بجد ولا لا؟ مثلا سؤال استنكاري اللي هو يعني ايه اساسا تطوير ذات؟ انا لو اعزكم والله الشخص الكاميرا معانا اللي واقف ورا الكاميرا ده، انا لو عندي فضول شويه عايز اعرف الموضوع ده بيمشي ازاي، وقال لي بص ده وكرين واحنا بنحركها كده، مش ده تطوير ذات وعلمني حاجه عن حاجه. لو حد عمل قهوه حلوه وقفت جنبه وقال لي بتتعمل كذا وشيلها من على النار ورجعها تاني وحطها على حاجه ساقعه وارجع تحطها على حاجه ساقعه، ده تطوير ذات. اي حد بيعلمني اي حاجه تخلي جوده حياتي افضل ده تطوير ذات. لكن فكره انا اختزلها في ان تطوير الذات ده اللي هو الورقه والقلم بتوع بقى ان اصحى بدري قوي فاهمه، وانام بدري ازاي فاهمه، واتكلم كده مع الناس وانواع البشر، وانواع البشر هم دول بس وما بيخرجوش بره دول، طب ليه يا معلم؟ ما حدش قال الكلام ده ولا في دين ولا في علم ولا في اي حاجه. تطوير الذات شايفه مصطلح اي حد بيعلم اي حد حاجه كويسه ده تطوير ذات. فكره اتعلم الحاجه ليه؟ يعني انا ده السؤال دايما بساله لاي حد، اللي انت رايح تتعلمه ده هيعمل لك ايه؟ انت ايه المشاكل اللي عندك عشان كده راح تتعلم الحاجه دي تصلحها لك؟ ده السؤال اللي اساله، وروح بقى اتعلم اي حاجه ما عنديش مشكله، حتى الشخص ده بيقول ايه مش مشكله، لو انت شايف ان اللي بيقوله ده هيعالج لك حاجه معينه روح اتعلم. لكن انا رايح اتعلم عشان اطور في نفسي وابقى انسان احسن وابقى انسان ايجابي اكتر، مش الكلام الواسع ده ما مش موجود، مش حقيقي، مش حقيقي. أوكي. هو موجود للاسف بس مش حقيقي، مش هيعمل حاجه، مش حقيقي. اوكي، هيضيع وقتك وضيع فلوسك فاهمه. لا اعرف اي حاجه، يعني لو هنتكلم بشكل ادق، هو ليه الناس فاقده شغفها فواقعه قوي؟ مفيش معنى. طول ما مفيش معنى مش هتتحرك صح، هتلوش فاهم؟ انت بتعمله ده ليه؟ انت رايح كده ليه؟ ماشي كده ليه؟ ليه بتروح الشغل؟ بتروح الشغل عشان تالي يا بنتي، حد صاحبي كده كنت بتكلم معاه، تالي يا بنتك قمر حلوه بتساف حاجات كتير قوي تعملها لها وشا. فتستحمل بقى فاهم مشوار الشغل وتعب والعربيه اللي باظت، فبتروح مع اصحابك ومستنيهم الصبح وبيتريقوا عليك على مش عارف
عندي معنى حلو انا قاعد اكبر له واعمل له واستحمل له، مش في معنى، طفل جميل هعالج فيه حاجات كان نفسي اعملها واهلي ما عملوهاش. المعنى طول ما هو موجود هيدرايف يو لحاجات عبقريه جدا. يعني حسام انا مبسوطه قوي ان انت كنت معايا النهارده. شكرا جدا، وانا استفدت شخصيا منك في حاجات، وان شاء الله كل الناس اللي تكون اتفرج علينا كمان يكونوا استفادوا منك في حاجات، وان شاء الله تبقى معانا تاني. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، شكرا ليكم ونشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله في نفس الميعاد. باي باي.